أهلك أصلا ممكن يخش المول ده غير لو هيسرقوا. الملف الساعة بهزر معاكي. وبعدين ده أنا هفرجك على حتة فيلم 3 دي هتاكلي صوابعك وراه. إيه 3 دي ده؟ 3 دي اللي هي الأفلام النظارة اللي هي الجيل الثالث من الأفلام. ده زي التليفونات؟ أيوه هو ده. على فكرة أبويا وعصفور عندهم منه، على فكرة وهما بيتكلموا في التليفون مع بعض بيشوفوا بعض. والله؟ اه هي الافلام دي كده برضه، نبقى احنا قاعدين في السينما احنا والممثلين شايفين بعض. ليه؟ انا مش عايزه حد يشوفني. يا بهار انت ايه اللي حضرتك بتصدقيه؟ تخيلي يلا. طب هو الفيلم ده اجنبي؟ اه اجنبي. طب انا ما بفهمش الاجنبي. ما هو عليه ترجمه، تعالي يلا. طب انا مش بلحق اقرا الترجمه. هقراها انا واشرح لك يلا بقى. البت البطله بقى اللي انا حكيت لك عليها دي في واحد بيحبها. واد امور ومؤدب وابن ناس زي الفل. حب حلو برضه. بس هي البهيمه تحب واحد تاني. واد بيقى جزمه ما تقلعيهوش من رجلك. طب والواد البيقى ده اسمه ايه؟ اسمه عصفور. ايه اسمه؟ اسمه جاك. طب وهي بنت اسمها ايه؟ البطله؟ اه اسمها نرجس. طب هو الواد البيقى ده بيحبها؟ لا طبعا، عشان حمار مش وش ناعم. خساره. ولا خساره ولا حاجه، ده كده احسن لها، عشان هي كده في الاخر ممكن تتجوز الواد المؤدب ابن الناس اللي انا حكيت لك عليه في الاول. بس يا بنا الفيلم كله خناقات وضرب، انا ما شفتش اي حب ولا اي حاجه. آه لا، ما هو الخناقات دي على القايمه. هما كمان عندهم زينا؟ بصي يا نتوشا، انا هقول لك الفيلم ده عايز يقول ايه من الاخر. الفيلم ده عايز يقول ما تتجوزيش اللي بتحبيه، اتجوزي اللي بيحبك. واضح يا بيرة ان انت عارف الفيلم كويس قوي من غير ما تتفرج عليه وحافظه صم. اطلع بقى كملهولي بره. ما تتحرك. خلاص خلاص جاي جاي جاي. شافك؟ مساء النور. لا ما حدش شافني، بس انت عامل في نفسك كده ليه؟ يا طمطم عشان ما حدش يفزنا لازم الخطه تمشي زي ما احنا مخططين لها بالظبط. لو تعرف موضوع الجوازه ده يا طمطم هيبقى ده مسمار اندق في نعشي كرئيس قادم للجمهوريه. انا تحت امرك، شوف انت عايز ايه اعمله وانا هعمله على طول وانا مغمضه كده. ماشي، احنا هنطلع دلوقتي على قهوه بستان الامل، عرفات مستنينا هناك بورقتين عرفي نضربهم قوام قوام. ليه؟ وانا مش هتجوز عند مازون؟ لا يا حبيبتي، العرفي ما فيهوش مازون. ايه ده؟ هو الجوازه دي ما فيهاش شهود؟ لا يا حبيبتي، العرف ما فيهوش شهود. طب وانت مش تكتب لي مؤخر؟ لا يا حبيبتي، العرف ما فيهوش لا مهر ولا مؤخر. يعني مش تديني كمان مهر؟ ما فيش، العرف ما فيهوش مفروش. طب هو العرفي فيه عريس ولا كمان ما فيهوش عريس؟ العرفي اهم حاجه فيه العريس والعروسه. احنا بعد ما نخلص مشوارنا ده هنطلع على فيلتي، نقعد بقى براحتنا ونشوف نفسنا ونقضي ليلتنا، وبعد كده تتوكلي على الله تروحي على بيتكم. انا تحت امرك، المهم ان في عريس يا سيد الرجاله. لا صباحيه مباركه مقدما يا حبيبتي يا ست الستات. كمي طبطب، كمي كمي. عاش الصاعد والدبابات، عاش الصاعد والدبابات.
لو تشوف يا عم هيثم جمهور الفلسطيني فرح بيا قد ايه، ده ما كانش في كرسي فاضي في الحفله. كان الله في عونك يا شهيد. يوه بعد الشر يابا. بقول لكم يا جدعان مفيش اجدع من القضايا الفلسطينيه، من احلى القضايا اللي الواحد قضاها في حياته. انا كاني كنت تايه وماشي في الشمس والقضايا الفلسطينيه استلقتني ووقفتني في الضله. لو لسه بقى لما تعتقل وتتعذب وتضرب عن الطعام متعة تانية خالص. يا مسهل يا رب. والله يا عم حسن انا قلبي حاسس ان اللحظة دي قربت. أبقولك يا عصفور، هو الشنط دي كلها اللي على الميكروباص بتاعتنا دي هدايا انا جايبها لكم القدس. اوعدنا يا رب. كلفت نفسك ليه يا حبيب؟ يعني ينفع يا عم هيثم اروح احرر فلسطين وارجع بايدي فاضية؟ كلك واجب يا عصفور. طب بقول لكم ايه، ما تطلعوا انتوا بقى على فوق وانا والكوبايه كده هنروق الشنط ونطلعها وراكم. ماشي يا باشا. يلا بينا. معايا ومعاكو النجم اللامع عصفور الجنينه. ازيك يا استاذ صريح، عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، انت عامل ايه يا عصفور؟ كويس الحمد لله، ربنا يوسعها عليك يا استاذ صريح ويعني ويكرمك كمان وكمان. حضرتك اللي نموذج والله وشخص صاحب رساله. يعني على فكره اللدغه بتاعتك دي عجباني جدا، لاني انا حاسس ان دي كانت من اسباب شهرتك ونجاحك، وده مش عيب. ما هو احنا عندنا امثله كتير من ده. شعر المطرب المعروف، معلش انا ذاكرتي يعني ساعتها، شعر جريني مثلا، طشت نانسي، بلوفر عمرو، حصان نجلة، ما كل الحاجات دي ساعدت في شهرتهم. بس أنا يمكن اتحاربت في الأول كتير يا أستاذ صريح، وقال لك المطرب أبو نص لسان. أبو نص لسان. وهو الحمد لله احنا دلوقتي بنرد، ومحطوط في منطقة بسبب اللدغة دي. أنا محطوط في منطقة يمكن زي عمرو وزي منير، لأنها حاجة ميزتني وحاجة يمكن أنا يعني ما دي هبة من ربنا. ونعم بالله يعني. ونعم بالله. اللدغة دي هل انت اتولدت بيها ولا اكتسبتها؟ لا طبعا يعني محدش بيكتسبها، لكن انا اتولدت بيها، لكن اشتغلت عليها وطورتها لحد ما قدرت اوصل بيها انها تكون ايقونة عصفور الجنينة. ومال يعني مال ايقونة شعر الجرين. صح، ايقونة. ما في حاجات كده بتساعد المطرب. ما هو الاساس بس ان المطرب يبقى صوته حلو، يعني مش مجرد عامل مساعده، لا. وانا متهيألي ان ده كان بدايه طريقك للعالميه، وانك انت تعمل دويتو مع مطرب عالمي زي شاجي. الحمد لله طبعا، يعني ده ابسط رد على المشككين في قدرات عصفور الجنينه. فعلا ده حقيقي. شادي يمكن كمان احنا دايما نقول ان احنا نتشرف بالشغل مع الامريكان والاجانب، لكن لا، شادي هو اللي جاب النت بتاعي وكلمني وقال لي عصفور انا عايز اشتغل معاك. وهو شخص جميل قوي، شادي، بسيط، ناجح، مفيش اي كبر. الناس دي بتحب شغلها بجد يا استاذ صريح. فعلا فعلا، يعني شاجي هو اللي دور عليه، هو اللي جاب النت بتاعه وكلمني عليه يا استاذ صريح. شاجي هو اللي جاب النت بتاع عصفور، وهو اللي دور عليه عشان يغني معاه. يا سلام عليك يا عصفور، يا سلام. طب قول لي بقى يا عصفور، بمناسبه ان احنا الكلام جه على شاجي، تكلمني وتكلم الساده المشاهدين عن المطرب العالمي شاجي. شادي على المستوى الانساني شخص جميل جدا وشخص بسيط زي ما انا قلت. ده انت اللي جميل وقمر ومنور كل حاجه حلوه. ربنا يخليك.